مساء الخير مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من وسط المدينة، ساحة المارشال، ميدا فيها ديال الصح ليلة يوم الأحد أو صباح الأحد. شوفوا المجموعة ديال الأشخاص، التصرفات اللي كيديروا في هاد الساحة. أشخاص في حالات غير طبيعية من أول الفوضى في ساحة المارشال وإجعاز الساكنة. يعني خاص المسؤولين ياخذوا هادشي بعين الاعتبار، لان هادي راه على شكل العصابات. شوفوا شنو دايرين في الساحه ديال المارشال. يعني شكون اللي كيدير هاد المشاكل؟ ما سبب الملاهي وكذلك المقاهي اللي عندهم بيرمانونس، يعني اللي عندهم استمرار كيبقاو الليل كله وما تجمعوا بحال هاد فوضى كتعرفها ساحة المارشال. جميع الأشكال وجميع الأجناس كتلقاهم هنا بالليل في هذا المكان، كيخلقوا فوضى وكيبرزوا عباد الله وكيحيوا الناس ديالهم. زعما الكراسة كاملين كتبقى فيهم هاد التجمعات، يعني مكاينش شي بلاصة كتبقى خاوية فيها ناس عاديين، فيها ناس اللي كتبغي السلام. الشهيرة اللي كيطرو فيها شي مشاكل هنا، هاد مجموعة د العناصر كتدير الإزعاج الساكنة، يعني خاص السلطات تدير شي حل. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء.